ونعود إلى دبي حتى ينضم معنا من هناك مراسلنا عبد اللطيف بخوش. أهلا بك معنا زميلي عبد اللطيف. عبد اللطيف، يعني ما هي آخر التطورات فيما يتعلق بفيروس كورونا في الإمارات؟ مساء الخير زميلتي جينار، ومساء الخير لكم مشاهدي قناة الإخبارية. طبعا أريد أن أتوقف عند آخر الإحصائيات قبل الذهاب إلى آخر الاحترازات وآخر الإجراءات. العدد وصل بالضبط إلى 29 حالة بعد اكتشاف حالة أمس أيضا في إحدى المدارس الإماراتية. الحالة تعود لشاب إماراتي 17 سنة من العمر. طبعا بمجرد اكتشاف هذه الحالة، الجهات الصحية في الإمارة على رأسها وزارة الصحة ووقاية المجتمع أخذت كل الإجراءات تجاه هذا الطالب بوضعه في الحجر الصحي، وايضا طبعا وضع ايضا كل المخالطين لهذا الطالب سواء من الكادر التعليمي او التربوي او زملائه من الطلبه تحت المراقبه الطبيه، واتخاذ ايضا الاجراءات الوقائيه بتعقيم المدرسه كليا. يضاف الى ذلك قبل الاربعاء الماضي كنا قد سجلنا ايضا حاله لطالبه ايضا عفوا هنديه 19 سنه، لتشمل ايضا كما قلت يصل العدد عفوا المسجلين هنا رسميا 29 حالة. خمس حالات إلى حد الساعة شفيت تماما من أعراض كورونا، تبقى الحالات الأخرى تحت الرقابة الطبية. طبعا بخصوص الإجراءات والاحترازات التي تتخذها الدولة هنا، تبقى في مستوى عال جدا من الحرص على وقاية المجتمع من تفشي هذا المرض والوباء العالمي. طبعا بالإضافة للإجراءات التي كنا ذكرناها واتخذت على مستوى المنافذ والمطارات سواء كانت بحرية أو منافذ برية وغير ذلك، يضاف إلى ذلك معظم ربما الإجراءات الأخرى متعلقة بالمدارس وتعطيل المدارس بداية من بعد غد الأحد. يضاف إلى ذلك ربما بعض الإجراءات الأخرى متعلقة بالأماكن العامة، فالوزارة وزارة الصحة والهيئات هنا، هيئة الصحة في دبي وهيئة الصحة في أبوظبي، توصي بعدم ربما التجمع في أماكن عامة خاصة المسابح العمومية التي تم إيقاف البعض منها، وربما تجنب الاختلاط بمن يشك في حالتهم الصحية. بالإضافة إلى هذه الأمور، أوصت أيضا الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وأيضا مجلس الإمارات للإفتاء على رأسه العلامة عبد الله بن بية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة أيضا في المساجد وتخفيف الصلاة على المصلين خاصة في أيام الجمعة، والالتزام أيضا بما أوصت فيه المملكة العربية السعودية بما يتعلق تعليق العمرة إلى حد الساعة، والالتزام أيضا بكل ما تقره الدولة هنا للصالح العام. تبقى الإجراءات كما قلت زميلتي جينار هي إجراءات احترازية أكثر منها لوقاية المجتمع. كما قالت، قامت أيضا دولة الإمارات أمس أيضا بربما إيهاب من خلال وزارة الصحة وزارة الخارجية، الخبر أيضا موجود على وكالة الأنباء الإماراتية، لكل المقيمين والمواطنين في الدولة بتعليق سفرهم إلى الخارج، ذلك ربما لتجنب الاختلاط مع بعض الحالات التي قد تكون مصابة خارج الدولة، وفي حال ربما سافر أحد اضطراريا فعندما يعود طبعا يمر على إجراءات طبية ورقابية وحتى حجر صحي إذا ثبتت إصابته بهذا الوباء. تبقى اليقظة والحذر من خلال أيضا استغلال وسائل الإعلام للتوعية وتوجيه ربما كل ما يتعلق بتوعية المجتمع في بهذا المرض من خلال عدم اللمس ربما المصافحة وغير ذلك من الأمور لمن يشك في أمرهم. تبقى هذه الإجراءات كما قلت وقائية لتحييد ربما المخالطين والحالات المشكوك فيها وأيضا عدم تفشي هذا المرض. نعم زميلي. نعم، إذن كان معنا من دبي مراسلنا عبد اللطيف بخوش. شكرا لك زميلي عبد اللطيف.